كيف لسدادة قارورة بلاستيكية أن تنقذ حياة الطفل؟ تابعونا. هذا عبارة عن مشروع تبنته الجمعية في الجزائر العاصمة، وهي جمعية جامعي السعادة الخيرية الجزائر، واللي دونك مش الهدف تاعه هو انه يتم جمع سدادات قارورات بلاستيكية وبيعها، ومن بعد الدراهم اللي يدخلوا لهم يقومون بشراء أدوية ومستلزمات لعلاج فئة من الأطفال الجزائريين اللي مصابين بأمراض نادرة وأمراض جلدية خاصة، واللي هما ثلاث أمراض متنوعة، واللي هما مرض السمك، مرض الطفل الفراشة، ومرض الطفل القمر. بحيث هذه الأمراض عبارة عن أمراض نادرة جدا، وعبارة عن أمراض تؤدي بحياة الطفل إلى نهايتها، ويعني الموت الحتمي، بحيث أن هذه الأطفال يعانون، ما يقدروش يعيشوا كما الأطفال العاديين، ما يقدروش مثلا مثل أطفال القمر ما يقدروش يخرجوا في النهار لأن البشرة تاعهم ما تحميهمش ضد أشعة الشمس، وكذلك كيكون تاني دونك الأشعة بزاف قوية، حتى ولو كانت أشعة الأضواء ممكن تؤدي بحياتهم إلى الخطر. وفي ذلك حنا كجمعية أكسجين درقينا رايحين دونك تبناو هذا المشروع في لا ريجون تاعنا، دونك لا كومين تاعنا، ومن خلال دونك لي زاديرون تاع لاسوسياسيون، ومن خلال لا بوبيلاسيون درغينواز اي تو سو كي ابوني لا باج تاعنا، دونك سو كي فول دونك يمدوا يد تاعهم، يد العون في هذا المشروع، هو انه شيء كثير بسيط، هو اننا نقوم بجمع سدادات قارورة بلاستيكية. كي تكون عندك ان كونتيتي كبيرة جيبها لسياج تاع لاسوسياسيون، وحنا كي نجمعوا ان بون كونتيتي راح نبعثوها للعاصمة باش تكمل الجمعية هذه لا بروسيدور تاعها. وهذا بالنسبة دونك للهدف تاع المشروع كأكمله. وحنا كجمعية اكسجين درقينا لي دونك لي المهمة تاعنا هي حماية البيئة، دونك راح نستفادوا منها حاجة اننا دونك نساهم في دونك تقليل البلاستيك في البيئة، دونك تقليل النفايات، دونك هذه من جهة، تشجيع الرسكلة من جهة ثانية، وكذلك المساهمة في مبادرة خيرية وهي إنقاذ حياة هذه الأطفال بواش قدرنا فيها. ويعطيكم الصحة.